طبعا يا اخوان احنا دائما يمر علينا اشياء ولا نتفكر كما قال الله عز وجل افلا يتفكرون. هذه مويه حاره من باطن الارض تغلي، شوف كيف الفقاقيع من هناك تطلع. المويه حاره، انا ما اقدر لو يعني ما اقدر احط رجلي فيها لو دقيقه. فسبحان الله الماده المويه هذه مليانه مواد معدنيه فيها سبحان الله شفاء للناس، الأكزيما، الأمراض الجلدية بأنواعها، سبحان الله فيها فوائد عظيمة. هذه الموية بالإنجليزية تسمى القايسر، القايسر شوف كيف بالعربية احنا نسميها العيون الحارة.